السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الامارات تسجل حالتي وفاه و1252 اصابه جديده بفيروس كورونا اعلنت وزاره الصحه ووقايه المجتمع في دوله الامارات العربيه المتحده اليوم السبت تسجيل حالتي وفاه جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 569 حاله وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات إلى تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 166502 حالة ولفت البيان إلى أن 741 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 153449 حالة وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 148 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي